نظمت جماعة يهودية احتجاجات في ثماني مدن امريكية، وعطلت حركة المرور في ساعات الذروة في شوارع وجسور مزدحمة للمطالبة بوقف اطلاق النار في الحرب الاسرائيلية على غزة. واكدت صحيفة بوليتيكو جامعة واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الاسرائيليين في قطاع غزة ما يؤكد حدوث انتهاكات لقوانين الحرب. مظاهرات لا تنتهي ومطالب بوقف اطلاق النار لا تتوقف، ومع تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه تتعالى الاصوات المطالبه بوقف جريمه الاباده الجماعيه التي يتعرض لها الفلسطينيون، وفي احدث التطورات نظمت جماعه يهوديه احتجاجات في ثمان مدن امريكيه وعطلت حركه المرور في ساعه الذروه في شوارع وجسور مزدحمه في واشنطن وفيلادلفيا للمطالبه بوقف اطلاق النار في غزه، وفي واشنطن قالت جماعه الصوت اليهودي من اجل السلام ان حوالي 90 متظاهرا اغلقوا الجسر المؤدي الى جاده نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمه الامريكيه، كما خرجت مظاهرات في بوسطن واتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولايه أوريغون. وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة بوليتيكو جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت لوقفها مراراً وتكراراً. وبحسب الصحيفه قامت المخابرات الامريكيه بجمع معلومات مفصله حول تصرفات اسرائيل منذ بدايه التصعيد في السابع من اكتوبر الماضي، واشارت الى ان تلك المعلومات تشمل من بين امور اخرى الاهداف التي تم ضربها والاسلحه المستخدمه والعدد المحتمل للاشخاص الذين قتلوا نتيجه للهجمات. وبالاضافه الى المعلومات الاستخباريه نفسها اضافت الصحيفه ان اعضاء الكونغرس الامريكي لديهم ايضا معلومات ذات صله